التقى المرشح الرئاسي فريد زهران بوفد من الحزب الليبرالي المصري، وتناول اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بمستقبل مصر، حيث استمع الحضور لرؤية المرشح الرئاسي حول عدد من القضايا التي وردت في برنامجه الانتخابي، كما تمت مناقشة قضايا متعلقة بالمحور الاقتصادي في برنامج المرشح، وتشجيع القطاع الخاص وتوفير ضمانات الاستقرار في السوق المصرية والاستفادة من موارد مصر الطبيعية وثرواتها الأثرية لجذب السياحة.